اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. القصه دي للكاتبه المبدعه رحمه نبيل، ويلا بينا نبدا قصتنا. السلام عليكم، ازيكم يا احلى متابعين، عاملين ايه؟ وحشتوني قوي. مين لسه مشتركش في القناه بتاعتي انا وميرو الجديده؟ اللي اسمها قصه معرنه، القناه دي هينزل فيها قصص كامله حلوه قوي، بتمنى انها تعجبكم ان شاء الله. عايزه كلكم يا احلى متابعين تروحوا تشتركوا فيها وتشجعونا عشان نستمر، ويلا بينا نبدا حلقتنا. سكت فجأة أول ما قطعهم صوت التليفون بتاعها، فانتبه هو بكل حواسه وهو فاكر إن هو نفس الشاب اللي بيعكسها، لكنه سمعها بتقول أيوة يما، لا نص ساعة كده أو ساعة بإذن الله وأكون عندك في البيت. سكتت شوية. ضيوف؟ ضيوف مين اللي مستنياني؟ أنت ما قلتليش حاجة النهاردة يعني. مراد كان مركز معها قوي. يعني إيه مفاجأة يما؟ هو إيه حكاية المفاجآت مع كل النهاردة؟ ويا ترى بقى عاملين لي مفاجأة إيه؟ هدايا ولا تورتة ولا إيه بالظبط؟ تفتكري يما جبتولي مكنسة أو مسحة؟ مراد رفع حاجبه وهو سمعها لسه بتتكلم مع امها، وبدأ ياكل وهو بيحاول يتجاهل اللي بيحصل ويعمل نفسه مش مركز، وهو مش فاهم ايه اللي بيحصل له من فترة ومش بيطيق حد يقرب من سماح. وهو بيفكر مع نفسه تكونش سماح عاملة لي عمل ولا حاجة. فجأة ابتسم بطريقة وقال والله بقيت اصدق في الهبل ده كله. وفجأة سكتت افكاره اول ما سمع صوت سماح. ايه؟ عريس؟ عريس لمين بقى؟ عريس؟ عريس لمين يا سماح؟ بصيت له سماح باستغراب وبعدين ركزت في التليفون. طب انا بس مش فاهمه اللي جاب عريس بدون مقدمات كده ومن غير ما حد يبلغنا، مش فاهمه يا امي فهميني. في الوقت ده كان مراد امن على ترابيزه وقرب من مكان وقفها وكانه كان عايز يدخل جوه التليفون ويعرف اللي بيحصل. نفخت سماح وبصيت له. لحظه كده يما شويه. ايه استاذ مراد، محتاج احط لك رز تاني؟ مين العريس ده وجاي لمين؟ هيكون جاي لمين؟ اكيد مش لامي يعني. العريس جاي لي انا يا مراد باشا. ايوه يعني، والعريس ده جايلك ليه؟ هو ايه اللي جاي ليه؟ عريس وجايبت في بنت، هيكون جاي ليه بقى؟ بص لها مراد ورفع حاجبه وهو مش عاجبه اللي بيتقال. نفخت سماح ورجعت تكلم مامتها. ما لعبنيش عليا يما، ما حدش قال لي انهم جايين النهارده، كنت رجعت بدري يعني. سكتت شويه ومراد ضمم ايده لصدره وبيسمعها باهتمام. طيب هشوف الدنيا كده ماشي شويه واجي على طول بقى. خلصت كلامها وقفلت التليفون وبعدين بصت على مراد. هو حضرتك خلصت اكل؟ عشان يعني مش عايزه اتاخر على الناس اكتر من كده. ولاول مره يتصرف مراد بالشكل ده وهو بيرجع ناحيه الترابيزه وبيقعد عليها بهدوء. لا لسه مخلصش اكل، اصلا انا جعان قوي واتاخر. رفعت حاجبها باستغراب من كلامه وهو ابتسم ببرود وبدا ياكل بالراحه وهي مش فاهمه هو بيعمل كده ليه. وبعد ربع ساعه سماح نفخت. اوف حضرتك خلصت اكل؟ يوه ما تستعجليش بقى لحسن ازور. انا اسفه حضرتك، اتفضل كمل اكل بس يا ريت بسرعه لحسن انا خلاص على تكه، الناس ناموا في البيت وهم مستنييني. اعمل ايه يعني؟ اؤمن على الاكل وانا جعانه عشان خاطرهم؟ وبعدين انا لسه عايزه حلي واشرب عصير، عندك منع؟ وسماح فتحت عيونها بصدمه. اقول لك اعمل لنا شويه بسكوت بالقهوه ونعمل بقى حبه شاي ونقعد نسقسق فيهم. انت بتهزر؟ بسكوت اللي عايزني اعمله دلوقتي؟ بسكوت بالقهوه. هو انا بسالك بطعم ايه؟ انا بسالك عايز بسكوت ايه في الساعه دي؟ في حد يعمل بسكوت متاخر كده؟ وليه ما نعملش بسكوت متاخر كده؟ مش فاهم يعني، هو عنده شغل الصبح بدري وهينام ولا ايه؟ لا انت شكلك كده جاي من الشغل رايق وهتطلع بقى روقانك ده عليا وانا مش فاضيه. بص الاكل عندك اهو، خلص ولمه، وفي عصير وفاكهه في الثلاجه، ابقى حلي بيهم بقى، ودلوقتي عن اذنك عشان انا اتاخرت. سلام. خلصت كلامها ومسكت شنطتها وجري بسرعه على بره وهو فتح عيونه بصدمه. وفجاه اتنفض من على الترابيزه وجري وراها على طول. كانت سماح بتجري على بره البيت، واول ما خرجت لقيت فجاه مراد وبيقف قدامها بسرعه. انا اوصلك. لا ما تتعبش نفسك، انا هاخد مصه من على اول الشارع. مفيش عربيات دلوقتي. يبقى اخد توك توك. مفيش اي تكاتك بتعدي من هنا. هاخدها ماشي. استريحت؟ وليه تمشي لما ممكن اوصلك؟ هي اول مره يعني؟ يلا اركبي بسرعه عشان ما نتاخرش على العريس. ما نتاخرش يعني ايه ما نتاخرش؟ دي حطيت نون في النص ليه؟ يلا عشان العريس مستني. ركبت سماح. ايوه العريس مستني، مستنيني انا يعني. ابتسم لها تاني واتحرك بكل هدوء وهي بتبص له ومش فاهمه ماله النهارده. واول ما وصلت الحاره فتحت الباب ونزلت، لكن الغريب ان المره دي هو بقى نزل معاها واتحرك وراها. وقفت سماح وبصت له. نعم حضرتك رايح فين كده؟ جاي معاكي. والله يعني انا مش قصدي اكون قلت الادب، بس انت جاي معايا بيتنا ليه؟ اصل انا عطشان وكنت عايزه اشرب من عندكم. بجد المفروض كده اقتنع؟ المفروض. ها ساكنه بقى في الدور الكام؟ بصيت له بصدمه كبيره وهي مش مصدقه اللي بيعمله.
يا رب صبرني. وفي شقه سماح كانت مامتها قاعده قدام الضيوف وسعيد كان جنبها وهو مستني سماح ترجع. والله منورين يا جماعه، الكل ابتسموا له وهما بيهزوا راسهم بملل. بنورك يا عمي. بص سعيد لام سماح، فين البت؟ الناس بتسقط في النوم وهم قاعدين. كلمتها من شويه قالت انها خلاص خرجت وجايه. هز راسه بغيظ وبعدين بص للضيوف. والله منورين يا جماعه. بنورك يا عمي بنورك. سكت الكل تاني وبعد خمس دقايق سعيد فتح بقه عشان يتكلم لكن العريس قطعه. بنورك يا عمي والله، خلاص بقى، انا بس كنت اقول لكم تشربوا العصير وهو ساقع. ومنورين يا جماعه والله. نفخت ام العريس وهي بتبص لابنها. قال هي العروسه فين يا جماعه؟ هي مش عايزه تيجي تشوفنا ولا ايه؟ مش قد المقام ولا مش قد المقام يعني؟ لا ابدا، ازاي يا مدام تقولي كده؟ بس البنت بتشتغل وحصل لها يعني ظروف في الشغل. ايوه طبعا بنتي شغلها صعب قوي، ربنا يعينها. طب دي يا حبيبتي تيجي مش بتقدر تقيم جسمها لغايه ما توصل للسرير. اصل بنتي حبيبتي ماسكه الشغل كله هناك ومش بيعرفوا يعملوا اي حاجه من غيرها. مطلعين عينيها يا حبه عيني ومش راح منها خالص. ربنا يوفقها يا رب. كويس ان عندها وظيفه كويسه وتقدر تساعد بيها نفسها. هزت امها راسها ولسه هترد لقيت سماح فتحت الباب. اول ما سماح فتحت الباب اتحرك ناحيته مراد لكنها وقفته. على فكره بقى ده بيتي انا، ها يعني سيبني ادخل الاول حتى لو من باب الذوق يعني يا اخي. مراد وقف ولاوي بوزه واستنى تدخل وعلى طول دخل وراها. اهي سماح جت اهي، تعالي يا عروسه الناس مستنيه من بدري. مراد باشا ازيك يا عم سعيد، مش بتسال يعني؟ الحمد لله يا ابني، ما انت عارف مشاغل الحياه بقى. الله يعينك يا عم سعيد. بعتذر يا جماعه جدا اتاخرت عليكم. لا ابدا براحتك خالص، ربنا يعينك على الشغل. لسه كانت امك بتحكي لنا قد ايه بتتعبي في شغلك وان الناس اللي شغاله عندهم ناس مفتريه ومش رحمينك. مراد فتح عيونه بصدمه وبص لسماح اللي اتصدمت من اللي سمعته. على العموم باذن الله كل ده هيخلص اول ما نتجوز، هرحمك من كل قرف ده معاهم وتتفرغي بقى لبيتنا. رفع مراد حاجبه وهو بيبص لسماح اللي كانت بتحاول ما تبصش عليه. تسلم والله، بس هما الناس يعني في الشغل مش وحشين قوي كده، والله دول ناس طيبين قوي. كانت بتتكلم وبعدين بصت على مراد اللي ابتسم ببرود. انتوا واقفين كده ليه يا جماعه؟ مراد باشا اتفضل استريح، البيت بيتك. لا هو كان جاي عشان لكن مراد قطعها في الكلام وهو بيقعد بهدوء جنب سعيد. اسلم والله يا عم سعيد، انا بس مش حابب يعني اكون جيت في وقت غير مناسب. لا يا ابني البيت بيتك، تيجي في اي وقت. اصل محمد يبقى جارنا وكان جاي يتقدم لسماح وكنا مستنيين ترجع من الشغل. خلص كلامه وبص لسماح اللي كانت متعصبه جدا من استفزاز مراد ليها. ويا ترى بقى استاذ محمد بيشتغل ايه؟ انا بشتغل محاسب في شركه. عندك شقه يا محمد؟ مش ملاحظ يعني انك عايش دور اخو العروسه دلوقتي ولا ايه؟ اسكت انت ما نشوف حكايته ايه وبعدين ابقى افضلك. بصت له باستغراب وقبل ما تتكلم، هيا يا استاذ محمد قلت لي بقى عندك شقه؟ كام اوضه بقى؟ بص محمد باستغراب للكل. عندي شقه 3 اوض وحمام ومطبخ وصاله. عال عال، ويا ترى بقى شقتك فين بالظبط؟ انت بتعمل ايه دلوقتي؟ هو مش انت جاي عشان تشرب بق ميه؟ ما تشربه بقى وتمشي. انت بتطرديني؟ لا مش بطردك، بس مش شايف يعني انك بتتدخل في حاجات مالكش علاقه بيها؟ هو اللي ماليش علاقه بيها؟ مش ده مستقبلك اللي قاعدين نحدده ده ولا ايه؟ ايوه مستقبلي انا، يعني مش مستقبلك انت. ابتسم لها ببسمه بارده كعادته يعني وسكت شويه. فهي اتعصبت. انا مش فاهمه انت عايز ايه بالظبط؟ عايزه اطمن عليكي ودلوقتي اسكت شويه، خليني خلاص مع الراجل كلام. اتعدل مراد وهو بيبص على محمد اللي كان اساسا فاكر مراد واحد من قرايب سماح. قول لي بقى يا محمد، عرفت بنتنا سماح منين؟ بنتكم؟ بنتكم مين؟ لا مؤاخذه، كلمه كمان واخرجك بره. انا بقولك اهو. هو انت بتهزر ولا بتتكلم بجد؟ انا مبقتش فاهمه حاجه. لكنه ما اهتمش بكلامها وبدا يستجوب محمد لساعه كامله، وسعيد قاعد مش قادر يتكلم كلمه ولا عارف يعمل ايه، ومراد مش رحم محمد. السؤال الاخير اللي هيحدد اذا كنت نجحت في الاختبار ولا لا. بص له محمد بتعب وحس ان هو في امتحان ثانويه عامه. سكت شويه وبعدين بص لمراد. لو في يوم رجعت ولقيت سامحه عامله باميه وانت بقى مش بتحب الباميه، هتاكلها ولا لا؟ ايوه بس انا بحب الباميه. لنفترض مثلا ان انت مش بتحبها، وهي عملتها هتاكلها ولا لا؟ محمد بص لسماح اللي كانت هتنفجر من غيظ. طالما سماح اللي عاملاها اكيد هاكلها. برافو عليك يا محمد، اجابه نموذجيه، بس للاسف انت سقطت. لان انا بقى ما قبلش ان سماح تتجوز واحد كذاب وبيعرف يجامل هو يسكتها بكلمتين، عشان كده بقى طلبك مرفوض. انت بتعمل ايه؟ انا مش فاهمه في ايه؟ بقالك ساعه نزل اسئله في الجدع لما كلنا خلاص نمنا جنبك وعمي صوت شخير وصحى الميتين. انت مين اصلا عشان تقرر اوافق ولا لا؟ انا مش فاهم انت بزعقي كده ليه؟ ده جازتي اني بعمل كل ده عشان مصلحتك؟
مصلحتي ايه؟ انت ابني بتهزر ولا ايه؟ فين مصلحتي دي؟ معرفش هي فين، بس اكيد يعني مش مع الشاب ده. لا بقى انت كده زودتها قوي، مش يعني عشان قريبها تتنطط علينا، اصلا القرار في الاول وفي الاخر يرجع ليها ولامها وعمها. مش قريبي اصلا. فتح محمد عينه بصدمه. كمان امال قاعد من بدري تسالني وتقولي صح وغلط، ولا كاني بقدم على وظيفه في الداخليه؟ ايه يا عم في ايه؟ بص له مرب برود، وبعدين بص لسماح. شايفه بيقلل منك ازاي؟ بيقلل مني انا؟ ايوه. عامه انا مش هتكلم تاني، انا قلت لكم رايي وقال لكم في راسكم تعرفوا خلاصكم، والراي بقى متروك لكم انتوا، انا في الاول وفي الاخر ماليش علاقه. عندك حق، وعشان كده بقى انا بفكر ان انا مرفوض يا استاذ محمد. اتفضل شرفتنا. فتحت سماح عيونها بصدمه، وهي مش فاهمه مين اللي واقف قدامها ده. مراد عمره ما كان كده ابدا، وقبل ما تنطق كلمه شافت محمد هجم على مراد وهو بيشده من لبسه. انت ايه حكايتك بقى؟ عمال تبيع تشتري فينا كاننا بنشتغل عند اللي خلفوك. انت مين يقعد؟ ابعد بس ايدك عني كده لو سمحت، عشان بتعب قوي في كوي الجواكت، وبعدين تتكلم باحترام معايا. هو ده اللي انت عايزاه؟ شايفه بيتعامل ازاي مع ضيوف؟ سيبه يا ابني ويلا نمشي من هنا، دول عالم شلق اساسا، وقلت لك 100 مره ان انا مش عايزه اناسبهم، وانت اللي لازق لي فيهم. مش فاهم عاجبك على ايه يعني؟ ما بنت عمك اجمل منها ب100 مره. يلا يا ابني اسمع كلامي. ليه يا حبيبتي؟ يكونش انا اللي جيت وطلبت ابنكم ولا ايه؟ ولا يكونش بترمي عليا ابنك؟ انتوا يا حبيبتي اللي جايين هنا برجليكم، ما حدش جابركم. وتفضلي بقى كده، يلا جري ابنك ومع الف سلامه. عاجبك؟ هي دي اللي هتموت عليها؟ اتفضل قدامي، انا قلت لك من الاول الجوازه دي مش نازلين من زوري. مع السلامه يا حبيبتي والقلب دعيلك. خرج الكل من البيت وما فضلش غير مراد وسامح وسعيد اللي كان لسه نايم، وام سامح بقى اللي كانت بتراقب كل ده بصدمه. بصت سامح بغيظ ناحيه مراد، وانت بقى انا مضطره امشي الحقيقه، لان دي يعني امور عائليه ومش حابب ان انا اتدخل فيها ابدا. عن اذنك لما يصحى عم سعيد بيسلمني عليها. مع السلامه سماح، اشوفك بكره الصبح. خلص كلامه وخرج، وهي لسه واقفه بتبص عليه بصدمه. هو مين ده؟ هو الجدع ده مجنون؟ ولحد هنا خلص الجزء ده، ويا ترى ايه اللي هيحصل تاني؟ هو ده اللي هنعرفه ان شاء الله في الجزء الجاي. وما تنسوش لو عجبتكم الحلقه اعملوا لايك وشير واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس على كلمه الكل عشان يوصلكوا اشعار بكل جديد. بحبكم قوي، مع السلامه.